حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا فاذا بقي عليه من السوره ثلاثون او اربعون ايه قام فقراهن ثم ركع